هو اللي كتابه. الحمد لله. اي بالله. ها ها ها. هلا يا ميت، اهلا وسهلا. شو ابو الورد؟ ابو الورد شو؟ يعني ما خلصت المعامله لسه؟ ابو جدعان شيخ قبيله الضفاير اجل الموضوع لبكره، في عنده موضوع ثاني. لك هلا هلا واحلى بنيه شافتها عيوني. هلا هلا يا مجود، هلا يا قلبي، هلا هلا قلبي شاني. واني جدعان زينة شباب الجرية والقبيلة. شو أمي؟ جيتوا؟ والله يا أمي شافني سامر على الطريق لك، بعجبني. ايه كثير منيح حبيباتي، فوتوا على غرفكم غيروا الطريق. ما يروحون ما يروحون ما يروحون. ليش؟ احكي كلمتين. مو هلا مو هلا، خليني. لا بالله ما يروحون. ودي احكي كلمتين من الرموش للعين. تفضل. خير؟ شوفي. ايه خلينا ندق الحديد. هو حامي؟ حديد شو؟ انا حديد؟ كل حديد يكون حامي. اندقوا اندقوا يبان المعلوم. لك والله ما عم يفهم عليكم، شو قصدكم؟ روحي غاد روحي غاد روحي غاد. يا مو انا ناقصني صراع. قربي جاي احكي مع شو بدها. يا سامر طالبين القرب منكم. القرب بين مين ومين؟ ايه واضحة واضحة، حنا حابين نكون نسايب وقرايب. اي من ما فهمنا شو قصدك؟ انا اقول لك شو قصدي، انا اقول لك شو قصدي، انا اقول لك شو قصدي. هلا 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 قصدي. يلا عمي قصدي ودنا نطلب يد جدعان اليد مرة. شو؟ والله يا اختي صبرتي ونلتي. لك انت مجنون، لك شو عندكي؟ يا اهلا وسهلا. شغله ثانيه، شغله يا اخي ابو الورد. قرب جاي اقول لك، قرب جاي يا اخي ابو الورد. اخويا ابو الورد من نفس الجدايل ونفسه. وجدي لي يما جدايل، جدي لي وراح يودها اللي بقلبي. وجدي لي بالله ودنا نحط راسين بالحلال ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. راس اختنا ام سامر جنب راس اخونا ابو الورد ويصير الوفد. شو شو ابو الورد؟ شو هالحكي هذا؟ اصحى ام سامر. امي ام سامر يا مو يا مو يا مو من الفرحه من الفرحه من الفرحه ام سامر. امي ايدك عن امي. فجأة يا ابو جدعان، هو كان لجدعان بس هو شاف. اني زاد ابوي يحب المفاجآت كثير. بالله بالله انك شيخ ولد شيخ. ايه تطلع على قبري وترقص وانت حافي. ان شاء الله يا رب. وافق ابو الجماعه، وافق ابو الجماعه، وافق. لك مجانين انتو مجانين. شنو وافقتوا؟ اطلع استنج. امي اللي عملته ما كان لازم تعمله. امي شو كنتي ناطره مني اعمل؟ افرح له وارقص له وزلغط له وقول له تعي يا حبيبي تعال اتجوز امي اهلا وسهلا. قد ما كان قد ما كان ها عيب عليك انك تقلعهم بهي الطريقه. بعدين انا متاكده انه ابو الورد ما له علاقه بشي. ما شفتوا شلون قال له لابو جدعان انه احنا ما هيك كان اتفاقنا؟ امي هيك ناس بدهم تقليعه. اذا بتريدي لعاده تناقشيني بالموضوع احسن ما قسما بالله العظيم اطلع هلا شقه نصين. طيب وشو ذنبه ابو الورد لحتى تحكي معه بهالطريقه هي؟ ذنبه انه واحد بلا ذوق، مو هو اللي جابه لعنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الله يجيب العوائل سليمه يا رب. امي سامر ابو الورد بالصالون ناطركم ضروري. يلا تعب اكيد بكون سمعك. انا صراحه ما كنت بتمنى يعني اللي صار يصير. يعني هذا شيء، وفي موضوع ثاني يعني ما كنت دريان فيه بنوب. بس اللي ساووه جماعتك عيب يا ابو الورد، عيب كبير. لا هو من جهه العيب مو عيب، يعني الجماعة عملوا بالأصول. يعني راح بيخطب يا بيصير موافقة أو ما بيصير. هذا بالنسبة لموضوع مرح. أما بالنسبة للموضوع الثاني ف تفاجأت أنا مثل ما تفاجأت. أبو الورد بكل الأحوال هالمرة مرقت القصة، بتمنى ما تنعاد مشان ما يصير بيناتنا مشاكل. أبو الورد
بالنسبة تنعاد أو ما تنعاد يعني ما بعرف، بس أرجوكم ما تاخدوا عني فكرة أنه غليظ أو ماني مهذب أو غاوي مشاكل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ياهو! لك شفتي امي؟ شفتي تقليعتي لهدول العالم شو ساويت؟ ايه امي، بس اللي صار مو صح، طلع السلمي زعلان ومقهور. ايه بالستين الف جهنم يامو، لك ينقهر، لك ينباع بالعزا، لك نكت حياتنا، لك سود لنا عيشتنا، بعدين لا تخافي يامو لا تخافي، هلا شوي تاني بتلاقيه دخل ولا كأنه عامل شي. بس بتعرف شغلة؟ خلانا ما نحس بالملل والروتين بهاليومين، والله كثير تسلينا. أصلاً أنت هذا الشاطرة فيه، تتسلي وتضحكي وتتمسخري. شو قصدك يعني؟ أني فاضية؟ والله منيح عرفتي حالك. شوف سامر، أنت كثير زودتها، أنا ما بسمح لك. أنا طالبة جامعية ومثقفة وإلي حقوق وواجبات و... أنت شو بدك بهالقصة؟ يا عمري يا مرة، والله يا مرة روحتي كبرتي وصرتي تعرفي تحكي. يا عمري يا اختي، اخرسي ليك، اخرسي، اسدي بوزك، العمب اللي ضربك. وجعتك يا عمري، انا اسف يا روحي، انا اسف. لا حول ولا قوة الا بالله. والله لسه في حدا بيفكر فيك يا وفاء. معقول لسه شايفيني صبية؟ سامحني مروان، سامحني، يعني انت نصيبي بالدنيا كلها، وانا مستحيل فكر بحدا غيرك. لا ومين؟ ابو الورد. شو هالظلم الوقح؟ لسه فوق ما نزعلنا نهارنا الجاي عم يحكي. قال جدعان اصلا ضفر حبيبي بيسوا كله. مين؟ انا سمرة. فوت اخي. يلا يلا تحجبوا. لك شبك يا فروح؟ ليش هيك مزعوجة ومعصبة ودخلتي مثل المجانين؟ شبك؟ يا ترى احكي له شو قال لي ابو الورد ولا ما في داعي اجيب سيره؟ احسن شي ضل ساكته مشان ما يصير مشكله. مرا شبك؟ لك شبك شبك داعي خلي. هاي هي القصه؟ هي خلاص انسي موضوعك عندي، هلا باخذك عند الخياط ابو رمزي وبيعرض لك اياه. لك حار سؤالي. لك ايش بك ولو؟ لا تكوني زعلانه مني من اخر خناقه. لا تعودت عليك، سئيل وبتدج الحكي دج. يعني هلا هيك عم تدجيني اياها بوشي؟ علينا رجعنا نخناق ولك سامر. لا 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 روقي يا عمري روقي. خلص لك خلص لك سامر، هلا قل لي شو بدك. انا حاسه انه في بتمك حكي. يلا قول قول شو. يعني ما لهم حق يعصبوا علي ابدا.